انا كنت طالع الصبح على دوامي، مسكوني البوليس بالشارع. طبعا الامراض مو بس علي، تشديد جدا على كل السوريين الموجودين بتركيا، يوعدونا بكملك او جنسيه او ما اعرف ايش، بس كل ما نروح نسوي هويه مسكر السيستم وشالونا، حطونا بمخيمات على اساس مخيمات هي عباره عن سجن موجود بصحراء او شيك حواليك، معامله سيئه جدا جدا. طبعا انا بالنسبه لي مسفر ما حكوا معي شيء، بس العالم اللي بدها تروح تكسير شيء مو طبيعي. العالم في منها حتى عالم يعني في بالعنايه المشدده بالمشافي هناك، وما في لا كمالك ولا اي شيء، يقعدون العالم وعم يرحلوا العالم بترحيل قسري غصبا عنك، تبصم غصبا عنك، وعلى اساس في ترجمان جنبك ما في اي شيء، عباره انه بدك تبصم غصبا عنك على الترحيل، خذوا 5 سنوات ما ترجع لتركيا. ومسكون الجيش التركي، يا رب دخيلك، يعني شيء مو طبيعي بالمره، يعني تكسير ضرب، يعني يقضونه، يعني في شباب رجعوها معانا من الجدار، شالوها بالنقالات وصلوها المشافي، رجعوا على المناطق العمليه يعني. وما خلونا بديش المناطق، يعني مباشره رحلونا ترحيل باتجاه المناطق هاي، واستلقونا شباب، قال الله يوفقكم، الله يعطيهم الف عافيه، ابو سوريا الديمقراطيه، شباب في ويانا، ما حد قصر معانا، اجل شرب مي احلى. احنا قواسنا الديمقراطيه في عياده الوزير من استقبال اللاجئين من اجل اعادتهم الى اهاليهم ومناطقهم بأمان، وكما قمنا بعلاج بعض المدنيين الذي تم ضربهم من قبل السلطات التركية، كما تتراوح أعدادهم بين 100 شخص بين أطفال ونساء. كما ندعو كل عوائلنا وشبابنا وأهلنا في الخارج بالعودة إلى مناطقهم والدفاع عنها، حتى لا يكونوا رهينة السياسات التركية القذرة، وأن لا يواجهوا المصير المجهول.